أين مجلس الأعلى للغة العربية؟ أين المجمع الجزائري للغة العربية؟ هذه هياكل ميتة لا حركة لها. أين هؤلاء مسؤولون؟ نحن نلتجئ إلى الشعب وإلى أولياء الأمور أن لا يسمحوا بهذه الطريقة الشاذة أن تدخل مدرستنا، ونحن مستعدون أن نكافح من أجل هذا إلى آخر درجة، ونتبع طريقة ابن باديس الذي قاوم وعلم العربية ونجح في ذلك مع قلة الوسائل.